عزيزتي المتابعة، مرحبا بك في يوميات مبتدئة في التطريز. دونك اليوم ان شاء الله الرشمة اللي عندي عطاتني معلمتي هي هادي. اشنو خصني نخرج منها؟ هادي الفورمة اطات، يعني تقريبا هنا واحد قل شوي من 30 سنتيم، وهنا راكم عارفين هنا تتكون 21 سنتيم. دونك اشنو خصني نخرج في هاد الرشمة؟ خصني نخرج فيها اولا ليزار ديال التربية الصغيرة، يعني يكون غير مينياتور ماشي حقيقي، غير يكون صغير. وخص هاد الوريضات يتخدموا 3D، غنقطعوا وريضات ونحطوهم هنا. وهاد التشنيف خصو يتخدم بالكورميت. بالنسبه لهنا قالت لي المعلمه ديالي لو بغيتي تحيدي هادو حيديهم، ولا عوضيهم بشي حاجه، ولا الاجتهاد ديالك. ما عنديش تحكر على الالوان، ما عنديش تحكر على الغريزي، يعني الاجتهاد ديالي. قالت لنا المعلمه كيف ما بان لك، الشرط اللي عندها هو كما قلت لكم هذا الكورميت وهذا الورق الوريضات يكونوا وحده فوق وحده. دونك يلا هو نسافروا مجموعين باش نشوفوا هذا الرشمه، نخرجوا فيها اولا الليزار، ثانيا الفراشه باللاوات مبطنه باللاوات، ثم جوج مخدات. جوج مخدات خصهم يكونوا حتى هما فيهم شي غابيل ديال هذه الزواقه ديال هذا الرشمه، ويتخدموا حتى هما بالتشنيف وبالكورميت ماشي هادي. وبالنسبه للفراشه قالت لي ديري الاختيار ديالك، يكونوا حتى هما الزواقات اللي فيها يكونوا 3D. يلا هو معايا باش نشوفوا الاجتهاد ديالي فين وصلني. الطرزه فاش كنت خدامه فيها هي هادي، كان عندي مشكل في الالوان وباقي عندي. الرشيمه ها هي فيها هادو الوردات، هنا ثلاثة وهنا وحدة وهنا وحدة، هادو غيكونوا وحدة مطروزة في ثوب آخر ومحطوطة هنا فوق من هادي. ها هي كاينين هاد الوريقات، كاينين هادو 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 حيدتهم، وهادو وهاد العريقات. المهم الرشمة هي هادي، وأنا راني باقا خدامة فيها كنفكر. دونك هنا آخر حاجة درتها هي هاد الوريضات هادو هادو، ولكن جاني الليموني كتير، كنزدت الموف دورتو على هادو بالحق ما جاش ما جاش. دونك هادو صعابين باش انني نقطعهم، غادي نحتفظ بيهم ماشي مشكل. ما عجبونيش هادو وهادو، جاني هادشي كتير ومشتت. دابا غنحول المرمل هاد الجهه باش ندور هاد الخياطه السقلي هادي، ندورها على هادي صافي، غير هادي اللي بقات ليا. وهادي ولا لا لا، هادو ما دورتش عليهم، هادو بحال هادي وبحال هادو ما دورتش عليهم السقلي. دونك غير هاد الكبارين هما اللي بقاو ليا، ونمشي نصوب هادوك باش نجي نشوف واش الا حطيتهم انا غيجوني مزيانين. هاد الوردات البنات كما فايت ليا قلت لكم غندير عليهم هادو هادو. شو المرمى ما مزيراش عاوتاني، هادو غنقطعهم ونكويهم ونحطهم فوق من هادو. المشكل اللي وقع ليا هو هاد التشنيف جاني صعيب، هاد لابوردور جات خايبه. دابا هنا صافا، ولكن هنا فهاد المناقيه صعيبه، جاتني صعيبه ما عرفتش اصلا كيفاش كتكون. دابا هنا تنمشي نورمال، وين فاش تنجي لهنا هاد البلاصه صغيره بزاف باش ندور فيها المرمه، شتيها كي تجي مدربزه. دونك وقع ليا مشكل فهاد التشنيف ديال هاد الوردات، قلت واقيلا راه من السقلي، قلت غندير غير ثلاثه، ندير وحده هنا وندير وحده هنا وحده هنا، وهادو زعما نديرهم بالحرير. صح حتى جاو الحرير ما عجبونيش بزاف، ما عرفتش اصلا كيفاش خصهم يتخدموا. غنقطعهم دابا بالمقص ونكويهم ونشوف نحطهم فوق هادو ونشوف كيفاش غيخرجوا. بالنسبه للوريضات اللي غيكونوا فوق هاد الوردات، غيكونوا 3D، يجيو على هاد الشكل هذا. صايبتهم بالحق ما صدقوش، جاوا ما زوينينش. ها هما حتى معلمتي ما عجبوهاش، قالت لي عاودوهم. درت بزاف المحاولات غير ما بقاوش عندي. كاين هذا، كاينه هاد الورده هادي، كاينه وحده درت لها الحاشيه بالسقلي بالحق ما انا نوريكم ما جاوش مزيانين. ها هما شي واحد كاع ما قطعتهم، ما عجبونيش نهائيا، حتى ما جاوش واش حطيتهم. ايوا صافي، مشيت كنتريني شويه، قلت غنجرب الخطفه، ما تنعرفش ليها بجوج د الالوان. يلا دابا عاد
ترز شويه شي قليبات هكا بجوج الالوان بحال هادي بحال هاد المقليب بحال هادو هاد الثلاثي هذا بحال هذا. خديت فكره على الخطفه وتدربت شويه ما نعرفش لهاد القليبات نصايبهم حتى نكون نازله ولا ما عرفتش طالعه تيبقاي تخبز ليا داكشي شتيه. ايوا المهم تدربت شي شويه دابا رسمت وحدين اخرين ها هما وعمرت الكارنيت بهاد لاكولور باش يخرجوا ليا الوريضات باش يخرجوا ليا من هاد لافاس في الليموني وفي هاد لافاس يكونوا واحد اللون حيت غنحطو معايا من الفوق. اخيرا قررت باش انني نخدم الوردات بالخطفه ما عمرني في الحقيقه جربتها اول مره جربتها عثمان جربتها في هاد الورقه ما تضعفش هي شوفي هي درتها غير ما غاتستمر لي هادي اللي بعدي انا درت هادي انت كنعرف انا وهادو شكون دار هاد الجوج انا لا انا على هاد صعاب هادو انا بدي صعاب هادو صعاب بس دير العرام صغير ما سميتوش العرام العرام هادو يعني درتهم دايرين هكا انت هي ما تعرفش وهادو شكون اللي صايبهم انت راه حتى هادو ما زوينينش لا ما زوينين هادو عدا هادي هادي راه ما كتعرفيش شفتو اخيرا قررت باش انني نصاوب هاد البردات بالخطفه كانت اول تجربه ليا مع الخطفه دائما كاين مشكل ديال الزيار المرمى ولكن ماشي مشكله تبغي تقطعو ترينيت شويه على الخطفه فينا في هاد الوريقه ومن بعد جيت طبقتها على هادو اول مره ندير في الحقيقه الخطفه بجوج الالوان دابا فاش وصلت لهنا درت هادو بالقهوي هاد الحبيبات هادو شويه ما عجبونيش درتهم بالسقلي ها هما شويه جاوني كثار درت غير وحده في كل قليب دونك هاد الشكل هو اللي عجبني في الاخير هو اللي غنكمل على هاد الوريضات الاخرين كاملين الله اعلم كيفاش الا قطعت كيفاش غادي تكون النتيجه. المهم هادي هي المرحله اللي وصلت الان قطعت الوريضات شي وحدين فيهم وصافي جربت هادو السقلي وجربت هادو ديال الحرير اللي في القهوي بالحق ما عجبونيش ملي حطيتهم فوق الوردات بلاتي نوريكم كيخرجوا كيجاو ملي حطيتهم جاو هيني تصفرين كيبانوا مفتوحين بحالهم بحال هادو اللي في التحت ما عجبونيش نهائيا دابا اضطريت انني نعاودهم نديرهم يكونوا شويه فونسي باش يبانوا شويه خرجوا من الزواقه ماشي يكونوا طافيين حيت هذاك هو لوبجيكتيف ديالي دونك اضطريت انني نعاودهم انا ما بقيتش كاع قطعت هاد الاخرين هادو ما بقيتش قطعتهم قطعت غير شي وحدين اسمحوا لي حيت تنسوق قطعت هادوك اللي وريتكم هادو دابا راه عاودت لا ترويزيام فيرسيون ها هي درتها غير درتها نيت بالخطفه ولكن غير بواحد اللون داك اللون اللي مغلوق هذا ما بقيتش استعملت هذاك مفتوح دابا باقي كنتشاور مع راسي واش ندير الماغوم ولا ندير السقلي وندير ديك النقيطه في الوسط باش غادي نشدهم هنا نديرها بالسقلي مازال ما عرفت وقيلا نديرهم بالسقلي وندير ديك النقيطه في الماغوم رجعت درت هاد ما عرفتش شنو الاسم ديالهم هادو بالماغوم درتهم بهاد في الحقيقه هذا ماشي ماغوم هذا بحال انا كملتهم رجعت درتهم بهاد الماغون علاش حين جربت هنا حطيت هاد الوريق هاد الوريضه الصغيره فوق الكبيره وقلت ضروري خصني نخدم بهاد اللون حيت غيكون عندي ان غابيل حيت هاد العريقات كاملين اللي في الرشمه كلهم درتهم في الماغون قلت ما يمكنش ندير هادو في السقلي دونك غادي نديرهم في الماغون يقدر النقيطه نديرها في قدر هاد النقيطه اللي الوسط نديرها بالسقلي هنا جات زوينه ماشي خايبه ولكن العريقات هنا جاوا بالسقلي ما المهم انا قلت ما عرفتش يقدر يكون عندكم راي اخر نصحوني اللي عندها شي فكره زوينه ومتاكده منها تنصحني ربما تقول لي غيجي الماغون كثير ربما كاع تقول لي شي لون اخر المهم انا هكا فكرت اللي يخليكم فايته الطراز ولا عندها خبره ولا طرازانيت محترفه تنصحني وراه الاخوات غيستافدوا البنات الله يخليكم بغيت تعطيوني الراي ديالكم في ما عنديش هادشي الزرق اللي طرش ليا انا
ما عليناش، بغيت نستشر، بغيتكم تعطيونا الراي ديالكم في الخطفه، واش هكا نتا تكون كان عليا نبينها قبل ما ندير ليها هذا بسقلي. المهم الا كانت الله يخليكم فيها شي غلط قولوها ليا، اولا الا كانت تشفيكم شي وحده الرازه تعطيني الرابط ديال شي فيديو اللي تيفسر مزيان الخطفه كيفاش تكون بالطريقه الصحيحه. بالنسبه ليا انا راه فايته شايفه الفيديوهات الاخوات هنا في المغرب، وتنتفرج في الجزائريات، وتنتفرج في الاجانب بحال الهنود بحال البرازيل، المهم الدول اللي تيخدموا باقي تيخدموا هذا الشكل هذا ديال الطرز. ما راه كلشي دابا الدول المتقدمه صافي ولات تخدم هي لورديناتور، كلشي التصاميم وكلشي لورديناتور اللي تيطرز، ما بقاوش كيطرزوا بيديهم ايه، ولكن هكا هاد لا ماشين هكا كيقولوا ليها اندستريال ما بقاتش. غير بغيت عافاكم نصيحه، كنرحب انا بجميع النصائح، خلي ليا تعليق الله يخليك الا كان شي ملاحظه، راه ما كاين حتى مشكل. ها هي انا درتها بواحد اللون، دابا ديري بحساب الورده كلها راه فيها جوج ونص، انت راه صبعي شاد نص في الورده، شتي راه صغيره بزاف، راه حتى الا بغيت. ها هي راه كنت بينت لكم، الله اكبر، وقيلا هادي كنت وريت عليكم بلاتي، ما بغاتش تحل ليا المرمى بواحد اليد. هادي انا عرفتها خفيفه، كنت غير بغيت نجرب، شوفوا لي واش فيها شي غلط، واش هكا تتكون. ديروا الدعاء، خليوا لي التعليق وتنرجع معكم نكمل معكم الفيديو. صافي البنات، ها هما ورقاتي واجدين، قطعتهم بالمقص وكويتهم، شي تحرق شي جا مزيان شي جا معوج. ها هما صافي، دابا باش ندوز خدمتهم، وليت خدمتهم بهاد جوج الالوان، دابا مازال ما عرفتش واش ندير هنا في الداخل هاد اللون اللي بحال الكراميل اولا ندير الصقلي، مازال ما عرفتش، تنحط ونشوف. هنا عاوتاني طحت واحد المشكل، لاحظوا معايا اصلا هما هاد الوردات من بعد ما انتبهت مزيان لقيتهم ماشي قد قد، حتى في الرشمه ماشي غير من الطرز ديالي، فاش حطيت الوردات بلاتي نحط كل قليب مع قليب مثلا هكا غيبقى كيبان ليا الثوب الا لاحظتو، دونك انا غادي نضطر انني نزيد بشويه ديال الخطفه، نعمر هاد الوسط شويه، نكحز به شويه للسونتر، باش ملي نحطو الوريده الا شفتي من الجنب بحال هكا ميبقاش هاد البيوضيه تبان، يبان بانها نيت بصح ورده تخوادي. هاد الشيء اللي غادي ندير، غير ما عرفت واش نديرو بهاد اللون ولا بهاد اللون، يكون بهاد اللون احسن ولا ندير هاد اللون ماشي يبان الكونتراست، باش نعطي لهادو الامتياز انهم يبانو، ما عرفتش نديرو مقلعي بهاد اللون باش يبانو هادو مزيان. واخا هذاك اللي فيه الخطفه انا عاجبني، باقي عاجبني الا تسنات لي الفرصه، مع دابا هادو رابع مره كنعاودهم ومشى عليا الحال، وخصني نقدم هاد الدرس هذا، نقدمه دغيا بالتمرين في الحقيقه، ماشي الدرس. شفتوا الخطفه باقي عاجباني الفكره، ما الورده طبعا راه صافي ماشي مزيانه، ما خدمتهاش مزيان، دونك هنا الغلط اللي كاين هو انني خصني نكثر، نخلي هنا الحاشيه فيها غير شويه هاد الوي المفتوح، وهذا الدخلاني يكون كثير باش يبان، حيت ملي حطيتها هنا ما بانش مزيان، كيبان لي انا ما بانش مزيان، ما عرفتش نتوما خليو لي الراي ديالكم في الكومونتير، ما عرفتش. دابا غادي ندوز للمرحله الاخرى، انني نزيد قلت لكم الخطفه ونثبت الوريقات الوريضات هنا في بلاصتهم، ونشوفوا النتيجه النهائيه من بعد. ها هي النتيجه ديال لو بروميير اسياج، ولا لو بروميير اسي، بدينا على الفصله والخياطه قلنا الاسياج. اشنو درت؟ كما قلت لكم درت الخطفه في التحت باللون نيت الورده، فاش حطيت هادي غبروا الملامح ديال الورده، ما بقاتش زوينه نهائيا، حتى وليت تنفكر اش ندير، واش ندير الخطفه باللون الاخر، غادي تغبر ليا هاد الوريده الفوقانيه. المهم جاوني بزاف د الافكار، ايوا قلت واقيلا منين غبروا الملامح منين درت الخطفه، مشيت جبت السقلي دورت به هاد الاطار هذا، رجعوا الملامح واضحين، واخا غير خياطه، واخا غير خياطه، هانتوما دورتها كل قليب حددته، ومن بعد حطيت هادي، فاش حطيتها صافي عجبتني، قاوت كل قليب صغير مع عفوا كل قليب صغير مع قليب كبير، واختاريت ان هادو اللي مفتوحين مزيان من هنا يكونوا خارجين منهم هاد العريقات،
باش يجي داك الشيء شويه يتشابه لا رياليتي، يكون واقعي حقيقي. من بعد جربت السقلي اللي عجبني، كنت ايزيتي ما بين السقلي وما بين هذا الكراميل هذا. بالحق صافي عجبني الحال، وعجبني انها شويه طالعه هكا، حيت انا غير هذا الوسط باش خيطت هذا لو بوين هذا اللي درت، هو باش خيطت، هو باش لصقت يعني لوريضه 3 دي على لوريضه اللي 2 دي صافي. اي كنتمنى الفيديو ما يكونش ممل، اي حاجه درتها راه تنبغي نشاركها معكم باش تستافدوا، نتمنى نستافدوا. الطرازات الله يخليكم، صحوا لينا الاخطاء وشوفوا هذا الشيء باش تنوقعوا حنا المبتدئات. دونك انا غنكمل شغلي، هذه هي الاولانيه شاركتها معكم، دابا غندوز لهاد الثلاثه وهاد وحيده اخرى. البنات بغيت نقول لكم شي حاجه مهمه، مهمه بالنسبه لي انا، جاتني مهمه الداخل، ما مسيتوش، خليت غير الثوب. عرفتوا علاش؟ باش ملي نخيط الورده تقرص ليا من الوسط تجي شويه طالعه تبان ليا تخواد، ما نجينيش داك الشيء صامت، ما بيتهاش صامته. دونك هادي شتات غير بوحدي وقلتها مع راسي. حاجه اخرى، هاد الكحوليه هادي اللي تتشوفوا في الجناب الكاويه جاتني متناسقه مزيان مع مع هاد اللون. ملي تكونوا تخدموا شي حاجه بغات تصحاح ولا سميتو شي حاجه عليها، يعني غتكون عليها باقي الملاحظه وغيكون عليها بزاف د الحاجات، عرفوا تختاروا الالوان. شتوا البنات الفرق ما بين هاد الجوجات اللي ما محددينش بالسقلي وهادي، هادي تيبانوا الملامح، تيبان فين كاين كل قليب. واخا الخياطه اللي درت في الجنب بالسقلي ماشي متقونه مزيان، ولكن تتعطيك الملامح ديال الورده، ما تتبقاش بحال هكا، ما ماشي مزيانه، ماشي واضحه باش تجي بحال هذا الشكل هذا. صافي دابا المرحله ديال التركيب ديال هاد الوردات هادو 3 دي انتهيت منها. ملي جيت نركب هادي لقيت بان هاد الورده ما مقداش، ما عرفت واش من الرشيم ولا من المرمى ولا هادي، هاد القليب هذا خرج بزاف لهنا، فاضطريت نكحز هادي وبقى هنا شويه بحال الا كبير، بحال ما جاتش هادي في لو سونتر، ولكن ما عندي ما ندير حيت الا كحزتها تيبان هذا خارج بزاف. المهم هذا هو الشكل اللي وصلت ليه لحد الان، باقي غنقاد هذيك الباندا وندوز هنا بواحد الكورميت، غتشوفوا معايا التفاصيل كلها ان شاء الله. الا تسنى ديال الفرصه راه نصور المرحله المواليه. من بعد ما كملت ليزار نسبيا مازال ما كمل، بغيت غير نحيد عليا الفراشه حيت ليزار قريب منها، بلا ما نضطر نخيط تويب بحال هذا هنا ما حد ولا سق، واخا تيتوسخ ليا ماشي مشكل، دغيا نحاول نحيد عليا الفراشه.